السلام عليكم اعزائي الفلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناه اثاث الثقه. كما راكم تشوفوا صالون لي غني عن التعريف اللي كامل تعرفوه، لو صالون ليون. صالون ليون الفخم اللي دخلنا غير كما خاوتنا، راهو دخلنا في تيسي جديد وثاني في عده الوان جميله، وثاني تقدروا ديروا سيركوموند اللون اللي حبيتوه، لا تقدروا تدوا هذا الالوان اللي راكم تشوفوا فيهم الان. اما بالنسبه للصالون خاوتنا دوك يتقدم الاخ عبد الرزاق، وان شاء الله راح يشرح لكم الصالون وينال اعجابكم. ما تنساوش خاوتنا دائما تخلونا اراكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث الثقة. خوتي شكون فينا ليماش لو صالون ليون؟ رانا عاودنا جبنا لكم، ولكن هذه المرة جبنا لكم في تيسو بزاف بزاف هايل خوتنا، دوك نكتشفوه مع بعض. قبل ما نبداو في الشرح تاع هذا لو صالون المميز خوتنا، نقول لكم ابوني معنا في لاشين يوتيوب فضلا وليس امرا، وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل الجديد، والناس اللي يلتحقوا بينا جدد نقول لهم مرحبا بكم في عائله الثانيه تاعكم خوتنا، ومرحبا بكم في داركم الثانيه خوتنا. وهذه هي اثاث الثقه، بارطاجيو لنا لا فيديو وخلونا لي كومونتير تاعكم، بارك الله فيكم على المتابعه. نبداو على بركه الله بالطروا بلاص تاعو خوتنا، طروا بلاص تاعو بزاف فخمه كيما راكم تشوفوا، صالون فخم ما شاء الله اوريجينال. نبداو في لي ديتاي تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوا، هذا هو لو نوفو تيسو اللي جبت لكم اثاث الثقه. كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله، تيسو بزاف فاخر، شوفوا الله يبارك خاوتي، يعني راهو فيه دو تيسو خاوتنا، واحد في السناب وواحد كيما راكم تشوفوا جاي في التروادي خوتي، بزاف شباب. لي زاكودوار كيما راكم تشوفوا راهم اون بوا اتر، حاجه ما شاء الله. لي بي ولي سوكل كامل راهم اون بوا اتر، طري بيان فيني، طري بيان سوليد كيما راكم تشوفوا. لا فينيسيون في الكوتي حاجه ما شاء الله، شوف الله يبارك الخدمه خوتي، خدمه اقل ما يقال عنها انها جميله وجميله خوتي، شوف الله يبارك. حاجه من نوع الرافي سورتو خاوتي، لا فينيسيون تاع الخياطه شوف الله يبارك. ميم في لاريال تاعو خاوتي شوف الله يبارك، لاريال كامل بالكابيتوني حاجه ما شاء الله، الله يبارك خاوتنا. نزيدو ننتقلو نشوفو دو بلاص تاعو خاوتي، دو بلاص تاعو فيها نفس المواصفات تاع تروا بلاص، لي زاكودوار لي سوكل كامل بلو بوا اتر حاجه ما شاء الله. بالنسبه للقاده تاع هاد لو صالون خاوتي راهو بسباتي وبالروسو خاوتنا وبدي ترونت، هذا كامل باش نوفرو لكم قاعده مريحه خاوتي. نزيدو ننتقلو نشوفو الامبلاص تاعو كيما راكم تشوفو، الوجه تاعو والظهر تاعو قوه ما شاء الله خاوتنا، فيه قاعدة بزاف مريحة، الامبلاص تاعو تميز بالقاعدة المريحة ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. الظهر تاعو لي راهو ديمونطاب خاوتنا وباللاوات، يعني فيه قاعدة بزاف مريحة، وتوجو خدمة اوريجينال، خدمة بروفيسيونيل كيما راكم تشوفوا. صالون سون ديفو خاوتنا، بيان فيني، حاجة متقونة خاوتنا، والله يبارك كيما راكم تشوفوا. ماذا بينا تقولوا لنا تعليقاتكم، واش رايكم في هذا لو صالون خاوتنا؟ لي توجور نقول لكم باللي هذا الصالون الأصلي خاوتنا، ونورمالمون ما كاش الكوبي تاعو، لأنه الكوبي تاعو ما كاش كيفاش يكوبي يور، لأنه صالون بزاف شباب كيما راكم تشوفوا خاوتنا، والخدمة تاعو بروفيسيونيل. خاوتي هذا هو لو صالون ليون، واللي السعر تاعو يبقى هو 16 مليون و800 مع التوصيل الكامل الولايات. يعني انتوما اذا جبكم لو صالون ليون خاوتنا، الارقام راهي ظاهره في اسفل الشاشه، اتصلوا بنا خاوتنا، اتصلوا بنا ونجيب لكم لو صالون ليون حتى لداركم خاوتنا. وحبيت برك نذكركم باللي اي حاجه اي صالون في محل اثاث الثقه ابلا غارونتي، كما هو الحال مع لو صالون ليون خاوتنا. انا واش بقالي نقول لكم في الاخير، ابقوا اوفياء للصفحه، بارطاجيو لنا، وايضا كومونتيو لنا، نقراو في لي كومونتير تاعكم. بارك الله فيكم على حسن المتابعه، وانا كان معكم الاخ عبد الرزاق، نتلاقاو في فيديو واحد اخر واخر كلام، سلام.